تخميش مثلا نهار، شكون ما تخميش نهار تكلاشي رابير في تونس؟ عندك شكون في برشا لي كلاشيت برشا كيك، كل تراك لازم نشد واحد نعطيها على راسه. شكون شكون كلاشيتيه؟ سمعت غنية كلاشيتي؟ اسمعني تقول لي شكون كلاشيتي باش تحطني فيها مع العباد؟ الله اعلم خويا والله. اسمعني ما تجيبليش اسامي، ما تسمي لي حتى واحد، انا طالع ما عرفتش نحكي على اسامي، ما تسمي لي حتى. انا قلت لك حسب خبرتي انا، يعني حسب خبره العمر. ايه مش مسؤوله على خبرتك يا ولدي، انا مش تحطني فيها على خاطر خبرتك، ما تجيبليش فيها كلام. هاني انا لا يباش نكراشي زوز رابارات، ما كنتي تحكي على كنتش تدخلني في الراب، هاكي تسمع يا بنت كلاش قوي في عندك دبي كلاش نار. والله سمعنا شنحب نسمع نسمع. ايه مش ما شاء الله. حتى كنت نجم نحطك، ما نحطك في مخي كلاشيك كبنية كطفلة عادي. اعملها اعملها يا العوق والله من موت علي والله. والله انا كلاشيك عادك كطفلة. اسمعني ما تستفزنيش، ما تحبش تكون يستفزني، راني راني. رد بالك، عندي في مخي وعندي في راسي، عندي المشومه اللي تقول عندي عقلية مبكرة. ما تلاشيش بنات، تلاشي واحد يبدا متكبر على عباد ولا حاجة، صحيح ما نربيش، أما راني غير تو في السيات، ما لقيتش استوديو سجل، أما قاعد نلوج على استوديو، وأنت تعرف في الوقت من بعد يجي رابير ولا لا. فهمت؟ ليه سألتولي سؤال هذا في البريفيو، قلت لك ريت فيديو نتاعك مره ثانيه قدام الجمهور. ايه يعني نحكي قدام الجمهور؟ قلت لك مانيش باش نحكي، يعني نحكي في الحكايه كيفاش بديت معنا. ايه قلت لك راني ريت الفيديو نتاعك يدور فيسبوك، مانيش فان بحد الحقيقه. فان راي مش كلمة حتى تكون، يعني راكي نقول لك كلمة ليه ماهيش أي يعني فان ليه تتبع فيك تشوف فيديوهاتك تشوف موسيقتك. فين عرضني في الفيسبوك فيديو ينيقف نتفارج ليه بتبيع فيديوهات لعوك يدور وكل اي اكيك هل تفقى دي عمر؟ عملت 21 سنة في اوت شارلي فيكس. في اوت يعني عملتي صحيح بون انيفرسير. ميرسي. 21 سنة. هاي عملتي حفلة من الموسيقية، عملتي حفلة. ليه فرحت بروحي هبطت تراك نهار عيد ميلادي، وش عملتي؟ كهو مشيت خرجت اللي انا اصحابي كهو هذيك هيك. ما تعطينا تراك في اللايف. نعطيك شنو؟ تراك موسيقى في اللايف، سمعنا حاجة ما عندك. موسيقى في اللايف؟ اي مالها باش تسمع. كينا موزيكا يعرفوا العبيد يدخلوا قياسهم. ايه يا زميلي تعطي صحيبي تعطي، قلت له طلع معنا، قلت له اعطيني موزيكا، اعطانا بانام بتاع مترو بانام، فهمتني؟ ايش المشكلة؟ انا طلعت معاه قلت اعطيني موزيكا، قلت لك تسمع في اليوتيوب، انا اعطيش موزيكا. مش في اليوتيوب في الديريكت يا الطاف، فرق بين اليوتيوب فرق بين الاعلام. شوي شوي وليت تلاقي راك شوي عاود. قلت لك فرق من اليوتيوب هذيك حاجه، مو يحب يسمعه في اللايف يعني ديرك. ليش مش عامل لك؟ كلاش يلعب مثلا، نعطيني كلاش، تنجم تاخذ موسيقى بالوقت؟ ليه؟ كلاش تكلاشين يعني؟ كلاشين يعني؟ كلاش نكلاشيك ديجا. كلاشيك عامل لي حاجه تشوف مثل كلاشيك برك. الجمهور قال لك سمعنا فريستايل، قالوا لك فريستايل. يسيب عليا يا دي مجوج، ما انا توا برشا حبيب في راسي.
خلاص يا حبيبي يا كان يوتيوب شبخو في اليوتيوب انا قلت لي حبي صعب خليك سمينا فريستايل مش تراك فريستايل حبوا فريستايل بعد يحبوا الطاف نتاع الراب يسمعوا في الفريستايل الاولاني اعطيهمك التسكيت على جنب على جنب انت على جنب اللي يهلكي كتغشي فيا تو والله لي والله انت مخك على اليسار ليش بتغني راب انجليزي؟ ليه كل واحد عنده خلي للعبيد اللي تعرف تغني انجلي خليهم يغنيوا انجلي انا نغني راب تونسي اي راب تجمي راب وبنفس الوقت فما كلمات تخرج انجليزية يعني راب فما حاجة تصير هكا يصيرش فما حتى مشكل اما ليه ها ما نحبش ما عنديش مع الانجلي عندي مع الفرنسي هاي نجم يكون تراك فيه فرنسي ميسالش نجم يكون مش مشكلة اخويا انا عادي فرنسي راب المفيد يعني حاجة بين انا ما تديش تقول يسالك ربي تمشي ان شاء الله انا لان فرنسي مكسر نحكي انا حتى ميكرون برايس فرنسا ما يفهمنيش كيفاش تفهميني انت بالفرنسي عندك لوحدك وحدك خويا اه عندي فرنساوية وحدي يعني انا ونادي بنحكي فرنسي ميكرووند ما يفهمنيش مش استدعانا شوي شكون ميكرووند رئيس فرنسا قولي رح تجيوزوا الموضوع ميسيلش شالي كوبيه قولوا رحكم وسمعتوا شيء صباحنا مرة بركة كمل سؤال لي بعض الشعب يفهم لو بهاي كلمة يقولها يفهموني الشعب فهمتي ليش اسمه رئيس بريز يصلحي لي على قليل ميكرووند انت تعمل سنطقة شنو رئيس فرنسا؟ ماكرون 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 جاو زوء الموضوع طفلة وخاني شكون الرابيد تحبيه؟ اللي يعشق تسمعي موسيقى اللي تسمعوا تسمعي موسيقى مغرومة بيه شو بيه نسمع موسيقى توجو بيه عندك اللينغوس فما كلاي الكاتبة مروان بابلو فانو لا انا واحد فيهم قلت لك واحد انا ما قلتلكش واحد ليه ما نجمش نعطيك واحد ما نجمش اكثر واحد تسمع وانتي الطاف يا انا نسمع فيك انا مغروم بيك خلي تمسك خلي انا بالنسبه للناس كيفين فرانكو مشاكل حتى هنا تبع سايب لايف وك جيت تبع في العوق طيب تابعنا فرانكو تابعك جامد تابعنا جاوبيه فرانكو انا جايك في اليوتيوب حضر روحك فهمتي ايش فيك بس في العبيد يا يا وين الشيف العوق هتديك بس العبيد العوق استني انا في تونس ويسد فيه استني تنقول ايه اخويا كي جي لتونس برا تصرخوا معاه في تونس هو تشبيك دخلت انا كنت في تونس هو الموضوع كنت اختاري واحد اللي تسمعي موسيقته برشا انا نسمع تراب كينج برشا وبعد بسيكو ويب فهمتي تراب تحطني فيه ورمل ولاد جاوبي معاهم نسمعهم قالك راكي راه فات اسمع في بالك اللي يعملوا في الراب لازم تكون عنده ردود انفعال تكون عنده ثقه في النفس سنتيني بس قلت لك مش تحطني فيه معناها انت تحطني في خاطر هذوكم معناها اصحابي الكل ونسمعهم الكل فاهم عادي انا مسك وياك مشيت بعدين تونس في التلفزيون نتاعو قلت له انت شكون مبروك بيه قال لي نسمع هذاك اسمه والله نسيت اخذت تلقاه في اليوتيوب
يعني انا قلت له اختار واحد، اختاري برضه قلت له اختار واحد اختاري. جو سي بو جيتي سور لا تابل. اكثر جوز لينغوس وكلاس. هاكم جوز نقصت لك ما عادش اربعه. تحب ياكل لبيه؟ نفس ستيل خاطر لا خاطر نفس ستيل انا وياهم. نسمع برشا اللي نفس ستيل انا وياهم فهمت؟ حمود احلى حمود. باهي شكون اللي ما تحبيش تعملي تفايتي معاه موزيك؟ قال لي حط اسرائيل. ما نحبش نفايتي معاه ما نفايتش معاه لازم نقول شكون. أو نحب نولي لك بابا رازي أنا نعرفك شكون ما تحبش تفايتي معاه. شكون؟ هاي شكون؟ تحدي مو تعليم. لا ما نحبش نقول لك تكتب لك ميساج البريفي مش مشكلة. لا قدام العبيد يا خويا. لا لا سايب عليك. أكره خير. لا 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 محمد رسول الله. ما نشوفكش نهار تغني راب. راي. جربتيش راي 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 يا راي دخلني في الراي يا لو ما نشوفوكش انا تغني راي سمع راي تغني راي ليه نعمل راي نجم تغني سير بخيرة نجم تغني زوار تنجمي عادي ليه مش لازم تقولي انه برنسيب كده راب كهورة ليه انا كيك انا نعمل راب كهورة جمهوري كتقول الجمهور يكتبوا لك قالوا لك اللايا يعجبك ولا لا؟ اي خويا اللايا وعندي فيتشرينج انا واللايا جو بي متربي على الاخر تقول لا لا ما قلناش خايب كل حاجه وبلاصتها لا 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 جو بي ما قلناش خايب حومة ماريو رانيان شكون ماريو المانجير بتاع الاخر بتاع اللايا اي بتاع اللايا يا لعيب ربي معهم ربي موضوع صار توهم بيه توهم بيه فهمتي؟ اه الراب الطاف يطلع عليك الجمهور قالوك اه قلقوا شاكو ما تريد الجمهور يسألك وانت تجاوب يا اخوي زين يسأل شا يقولون يسألوها اخوي هات صافيك نسألوا وهم لعب تجاوب اخوي طلع برعي برعي المناجير بتاع حمودة قالهم بعد برعي قالوا لك تبي تغني مع كلاي لو كنت اقرا فيهم هذو كومنتات تحب نغني مع كلاي اي علاش ليك ان شاء الله علاش انا ندب عليك طبعا ان شاء الله طبعا ان شاء الله كلاي معلم ما فهميش شكون اما المشكله حسب نشوف يعني انت وكلاي خاطر كلاي يغني في ريتم وانت في ريتم انت كيفاش؟ طالع مع شكون بالرسمي الموسيقى الدليل بتاعك شكون تواتي اللاير. يعني كلمة الحق اللاير يعمل برشا دليل. وانت وياه تواتوا بعضكم ترابتي. تقصد بومباك يا لو. يا بنتي شيبك في انا في اللي نحكي لك يعني نحكي لك بصفة عامة يعني الاغنيات بتاعك قاتي. تعرف وينهم الدليل يا العوق؟ ترابكي معاك انت يا ذاك ادري الباقي كل بوبا سمعت اي قلت كي بديك فلان تراب كينج اللايا الاخر شكون يغني بلينغوس يبديك يمشي معاك بلينغوس 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 مروان الكاتب ما يمشي ما نظنش ليه ليه بابلو جاوا في على الاخر سرتو في الدريل السيربون يمشي معاك سيربيا جاوبي يا دومر كل جواب المعلم شكون ما يمشيش معاك في الرياضة تاتي جي تريز ما يمشيش معاك ليه بس جاوبي تاتي جي تريز تاتي صاحبي خويا هذاك عم نحكي لك يعني موزيكته هو ما يغنيش برشا دري تاتي فهمتي دري ما يغنيش ما سمعتش تراك دري تحفون اغنية يعني نحكي لك يعني الناس ما خدمتش دري ما شاء الله عليك في الدريل تغني يعني يوديك واحد كيف كيما اللهية كيما واحد كيف صح صحيح فهمتني واحد يعني
يعني واحد كيفك انت في الموسيقى مسكه ايه ما يمشيش معك طو. يمشي معاك انت مسكه ايه بلا معلم اسطوره هذيك ما مسكه ايه مسكه ايه في الراب يحطوه على الشنب حطوه على الشنب هذاك اسطوري في الراب مش مشكله فاهمني هو الجديد ما نعرفش شكون جاي كلاي معلم زين انا ما قلت لك شاري انا نحكي لك يعني ما فيكش فاهم انت موضوعي قلت لك يعني يوديك يعني يمشي مع الموسيقى بتاعك تجبد تعملي معاك فهمتي؟ يستنوكم الكل جوهم باهره اي جوهم باهره ما عندك طاطي ومسكوا ما يمشوش معاك الموسيقى يا سالش اخويا انت قلت والله لا يمشوا معاك وين انا اتحديك العوق يتحديك انا تحدينيش تهدينيش نغلبك والله نغلبك احلى يا سيد احلى ارتيست فهمتي والله ليه جي جي قابلتيها في الدنيا جي جي ليه ليه جي جي ليه اللوردو يمشي اللوردو شبيه قابلته كان شكون قابلتيها في الدنيا وحكيت معاهم على موضوع راب ولا حاجة ما حكينيش على موضوع راب قابلنا في الدنيا تقابلنا في استوديو بريكشي سميه لك تقابلنا في استوديو تقابلنا في الدنيا زادة ب قام كلاي بلينغوز هذوما ساعة أصحاب كلاي بلينغوز مروان الكاتبة فانو الولاد هذوما تابعينا في استوديو ب قابلت جاتي أمريانو جوج مع شكون ياخد صبور خصوصا فرا أوجي بلاك وجي ليه ها؟ مين وجي ذلك مش في تونس في إيطاليا لا هو عارف نعرفه ما هوش في تونس في إيطاليا ها ساحة قابل تاني العبسي العبسي هو العبسي 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 الربيع العبسي اللي غنى مع كلام مع اللاية انت عارف ايش عبسي اه عبسي يا 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 نعرف معك نعم نقول نسمع فيها العبسي خاطر وين اقول له عبسي ما هو الا لسان مخلط عادي انت تعطيني اسم غلط وتقول لي تعرفه ولا ايه والله ماكش تبوع العواقع هذيك حمد العواقع ماشي تعرفه حمد العواقع هذيك تبيعت حمد العواقع تعرف ها غنفكرك برابير اخر يا خويا تاني ليلة الله اش قالك تشوف لك ديو مع تراب كينغ كيف شي معك تراب كينغ شنية تشوف لي ديو مع تراب كينغ نحكيه مثلا في موضوع تعمل ديو مش عيب راه يقول لك تعمل موسيقى ايه اسمعني 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 انا مرة حبيت نعمل كوب بين اللاية وطاتي جي تريز حبيتهم يعني بعد سالتك الحكاية حبيت لاية واحد عادية في لاية ما نجمش اسمعني اسمعني ما نجمش فما شكون واسطة بيناتي انا وارتيست اخر كيفاش تجي الموزيكا كي نتقابلوا نحطوا فرد بلاصه كيف كان فما لغه نتاع الموزيكا مرحبا صحيت وانا ما نجير بيناتنا صحيت عليه يا لا يا عجبه كان يعجبني برشا عليه شكون اي ليه خدام اي ليه جاوا به زاد ما عندي مشكله مع حتى حد كلهم خدامك اسمعني انا اللي يخدم على روحه اه غلطان مش قلت لك يا بنتي نحي المشاكل نحن نحكيكم موضوع راب شكون جبت المشاكل مش مشاكل تقول جاوبهم بيه يعمل موزيكا اللي يحب يخدم على روحه ورو ربي معاه وخليه يخدم على روحه يا ربي سهل ان شاء الله نشوفوك خويا مع عبيد حتى مش من تونس نشوفوك مع عبيد اخرين من برا ان شاء الله انت ربي مش يعني ما شاء الله عليك فهمتني عندك سمعت موزيكتك تبارك الله ايه ما نفسك حد شيء اعطينا سيد من الاخر من الاخر شكون اش تعملي مع خيط تو في من الاخر اعطينا شكون على قريب باش تعملي مع ديو ايه لحظه قلت فيت ولا خيط انت تو
يا بنت يقول بكلمتي انا كل كلمه الله كلمه حمد الاخر كل خير باش شو تعمل مع شو تعمل مع نعم مع غنية في الحاضر عندي يعني ولا ايه انا عشان حب ولا شنية ليه توا فما حاجة شكوني فما في الحاضر يدور لي ثلاثة تراكيت في تورينج حاضرين اما مازلت ما نعرفش انا ولا مش نهبط ربي سهل كان معطيني اسمه فما لايا حاضر تراكي نوية فما سوفي ريفيل فما مروان الكاتب ربي سهل لك تماريتي العوخ يعرف كل شيء حاجات كي نجبد لك اسم اتيقل كي تجبد لي اسم شنو؟ اتيقل اتيقل لا يقول لي نسي شنو ما اتيقل لا ولا لا يقول لي شيء قسما بالله نسي احنا قول أخويا ما شاء الله عليك تبارك الله عليك بنت بلادي والطفل الوحيد يعني قاعدة تخدم يعني في تونس ما شاء الله عليك ريتك مع ريت والكريم الغربي برشا بنات فهمني أما ما شاء الله عليك أنت ما شاء الله مش مجانا لأني ما بليش بيك كلمت نقول ربي سهل لك وإن شاء الله نشوفوك في العالمية حتى مش حتى مع ترابكينج ما سلم الترابكينج وما حتى نطلع معي ترابكينج أو شاء تطلع معي حتى تسمع يقول له ألطاف كان يعرفك يقول له تاش تعمل معه موزيكي يجاوب عادي أسهل انترفيو يجاوبوا الكل يجاوبوا يا ولدي يعني يحب نعرفك هذاك يحب يعرف فهمت يا فهمت عندك في الحب والغرام والرومانسية ولا لا لا يعني عندك الحب عندك شكون تحب في حياتك تو سبحان الله في الله فما واحد عشق فيك سبحان الله واحد محلم ما تدريش حد الدنيا سؤال عادي تو ليه فما ليه حتى خدمتي ليا في اموري ما عنديش مخ الحكايه تدوكم تو عليه انا العكس انا نشوف الحب نجم الحب يزيد علاش الحب باهر مش لازم يكون واحد ليه نعرف ليه مش هكيك طوينا قلت هكا قلت خاطر نعم في موزيكا ما نحبش ما عنديش وقت لو ما مش حاطتها في راسي احكي جمع وكي يوم طبعا حاجة يعني الحب مش كهك شو في فيه الكل الربارات الكل عندهم الحب بتاعهم اما طالعين ربي ما هو مين زادة كان فما حاجة تجيب تبيعتها ولا اللي يستحق مرحبا ربي سهل هذه المنجين بتاعي ولد عمي سعيد قال لي اختبها لي اتكلم فيها انا برا كلمها هاي لا لا نسأل عادي سبحان الله انترفيو نسألو عن الحب كيف ما انترفيوات هكما تشوف الواحد على الحب على الموسيقى على حاجات الشخصية عادية نورمال أنا سألوهم لي مشيت مشيت انترفيوات سألوهم لي عادي شنيا قبل كنت مصحبة مروان بابلو يدي مروان بابلو مرته صاحبتي يا ولدي ليش قولك بس ليه انا شبيك تعمل كده بزياد والجمعية يقولوا هم كيك ما بالعمل تحب تعرف عادي كي مقبل كي مقبل كانوا ماشيين فيا صاحبتي بلينجوس وقصد صاحبته صاحبتي بلينجوس نورمال نورمال عادي عادي نورمال الحب ولا متصحوب حاجة عادية انا سرجع بالرومانسية ونسرجع بالحب يا ليش عادي هي بتبيع انا ما نشرح احكي لك كنت نسجع انا بالحب فهمتي وعلى فكره شنو عاود نقولها لك شفتي هذا اللي قدامك شنو اللي من اقوى بيت في الراب في تونس ونفكر كلام يا ونفكر كلام ريتي انت ضحكتي عني انا شنو نعطيك ثلاثه اسامي واحد فيهم حكيت معاه وطلبني شنو نعطيك ثلاثه اسامي عندك عندك تاتي جنتريس وعندك مروان الكتيبة وعندك السوبو مش قابل تتلقيني مع في ثلاثة دون ايش نين مشك لا تشوف ايش انا ما بعد اكس انديد عليش ما بجيش رابين عملت موزيكا نجحت اللي بدلنا عندي الوهرة عندي بتاع جماعة الراب يعني ما نقص حد شايف فهمتي الصوت عندي
يعني شنو نقصد؟ يعني شنو هي الحاجه اللي ما خلينيش يبان لي رابيل؟ انا ما كنتش نقاتل اللي بغيتي توصل، هذيك كلمه مشهوره. خويا كتشوف فيهم اللي تلاقي انت وكيفي. انت قبل كنت تخمم يعني ما نستغربهاش منك يعني هذا هو. انت قبل كنت تخمم في راح تطلع لي رابيل؟ وقتي قبل خلينا نكتب برشا قبل ما نعمي ولا نكتب. انت كعبتي من كرش امك ربي يفضل لكم، كعبتي من كرش امك لبسات الكاسكيت رابيل. أنا وين لقيت راحتي؟ أنا لقيت اللي عندي ما وضمت الراب نكتب اللي بشار شوية خلط في دومي. أنا عندي الراب مش صوت الراب كلام وقوة يعني بوزيق قوة كليبات ودنيا وبالصحة كلام. تعرف والله لا تعرف بعد ما نكتب فما واحد رابير معروف شو كلاشيه شو برد فيه كلمه شو طاير هيلو كيما قبل فهمني وش يجاوبني عارف وش يجاوبني ومن بعد تنجيك انت يا طاف بالحق تحب تكر على روحك عمل هيلو شكر على روحي في الراب ولا في الراب كراب دبر راسك خويا اعمل اللي تحب تفرج اختي عملت لي كومنتير انطفقت لك ما اهبطت عش يعني جاي يعني جاي فهمتي كرهب يعني مش كي حاجة على خاطر كي حاجة اخرى العوق بتسمي عليه الحكاية دي كمان دي حاجة اخرى يعني العوق يعرفوه اما كرهب عادي كلاشيني انا ساعة شيخ انا كنساني كلاشيني لما نضحك يعني حبك المقاومة والمنافسة تبعدني يا ولدي لا تكلاشيني لا نكلاشيك برا يا ولدي فاتك شو غيقولة بكرة دي بغرف فرنسية لنا باوي كومو باز انا كيف القلب جميع جيتم لي انا كيف القلب يا لحنينة جيتم على فولي ومعك انتي لايام الزينة يعني تجبني باوي باري اخوي نعم صحيح ناس عليك يقول الدعوة وجزوري على اسمه اللي كان هي كوي الاسم لازمك تعرف ان التلفزيون ليه 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 اللي تحب بس اللي تحب يا ولي يدورني مشيتي بابارازي ولا ليه مشيتي بابارازي عيط لك بابارازي انت ايش تحب تحب تسمع اسكلام عن بابارازي العوق عادي انا حمد العوق بابارازي صغير ما اللي كاتبش البابارازي الكبير مزبر عليك لازمك تفهم والله جملة لا والله جوي به في الدنيا وفي الآخرة كما يقولوا لا بابارازي لا درشكو باري ربي زلي ما كتبش البابارازي لازمك تجيب يجيب لك أسهل في الواقع باز باز أما جوي به أنا أفتح عيسي زعيم عيسي زعيم عيسي لطفي وعيسي كريم الغربي اخترت كريم الغربي باهي كريم باهي كريم طحون حبيته رجليه باري نعم زينك وان شاء الله نشوفوك في العالمية زين ان شاء الله نشوفوك في العالمية ان شاء الله نشوفوك حتى مع زيرية تغني امين وان شاء الله نشوفك في ستيل راب في ستيل اخر عبار الراب يعني شوفك تغني رومانسية تغني ليه برشا ليه 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 رومانسية ليه مانيش تاع رومانسية ليه علي ما عندك الصوت انت حنين صوتك كانك الكراشير خويا انا لاقيه راحتي في اللي نعمل فيه تو لاقيه راحتي في يا بنتي نعرفك لاقيه راحتك صحه ومش فيها مسجع كان انا قلت لك ما نجمش نشوفك في الغنايه ما جربتيش غنيتي كيما لارا فابيان كيما سيلي ما غنيتيش غنيه رومانسيه يعني ما غنيتش ليه ربي سهل ربي سهل نعم وزينك واحلى مطاف وسيس راحك يا خويا يسترك عايش خويا الغالي يسترك ربي فضل مرحبا في كل وقت عايش على خير على خير يا جماعة صبر جديد ربي سهل جماعة جاي إن شاء الله إن شاء الله حد موفق حد موفق عايش عايش على خير بإذن الله عايش على خير
لا إله إلا الله نسجع. وي نسجعها كبنت بلادي، نسجعها بتبيعها صح، نسجعها على خاطر ماهيش ناقصة بالرسمي، ما شاء الله عليها، سمعت موسيقتها بالرسمي في الدليل قوية، ما شاء الله عليها في الدليل قوية، ما حبيش ننزل عليها في الأسئلة على خاطر فهمني، على خاطر ما حبيش ننزل عليها يعني في الأسئلة، أما ما شاء الله عليها تبارك الله عليها يعني بنت بلادك، بتبيع تسجعها كيش نقول يعني بتبيع تسجعها صح، نسجعها صح، واحلى الطاف واحلى ربيع، الطفله الوحيده يعني اللي قاعده تخدم في موسيقى ما شاء الله عليها صح، ما شاء الله عليها، وانا حسب ما نشوفها شي تشوفوها مع برشا جماعه كبار، جماعه ترافي كبار، فهمتني صاحبي؟ اما على فكره شنو نعاود نقولها لكم، الحمد لله اقش ولي من اقوى جماعه ترافي في تونس، أما على تدخل الرابي مع السويديين، الرابي مع كحا، مع جماعة الأفريكان هنا، يعني الرابي في تونس فهمت، ديجا أنا في الشتاء عندي، عادي شو نقول لكم، ديجا أنا في الشتاء يعني هابط لتونس وعندي غنداية ومع واحد رابير مش علينا في ذكر اسمه، وعلينا في ذكر اسمه هابط في الشتاء وش نعمل غنداية وأنا هابط أنا واحد فهمتني، صايم شافية الدم الرابر. شوف العقفة ليه كيف فدلك والواحد، أما العباد تعرف الناس الصحاح تعرف الحمد لله العقف. يعرفوا حمد العوق يعني يتماشى مع الراب كبدله كوهرته كدنيته فمندي يمشي مع الراب، والراب مش صوت، الراب كلام وموسيقى اخي شكون عندها في تونس، انا مشيت بعد انا مشيت وقت نسجل في صوتي عند اللي سجل عنده كلاي وبلينغوس والولاد الكل، يا ربي ولتحمم لم في شو اسمه فكروني باسمه، هاكا مشي لكندا تو شو اسمه ولد حمام لمف او كان مشي لكندا، مشي لكندا يا ربي، هاك يسجل الكلاي ويسجل الجماعه، وقت سمعني الصوت نتاعهم سمعت برشا صوت تاع جماعه ترابي توا اللي هما ستارات جماعه ترابي، سمعت صوتهم تهرب صاحبي في الدنيا، اما قوه الخدمه نتاعو هو عفيف يا حاج، هاي هاي عفيف يا حاج، كي مشيت نسجل عند عفيف يا حاج فهمني، تبارك الله عليه، سمعت صوت الرابريت في الدنيا بالحق لي، قوة عفيف يا حاج في المونتاج كي يعمل لك الموسيقى، بعد يعني كيفاش يخدمها عفيف يا حاج جاي سعيد، قوة الموسيقى بعد، هذاك علاش أنا اللي يطلع معايا ونقول له سمعني موسيقى في الدنيا، سمعني في توا سمعني في اللايف، باش تعرف إنسان الصوت نتاعو في اللايف في الديريكت مش كل موزيكا تعمل فهمني، اما تلقى حسب ما سمعتها حتى في بريفي بيه صوتها حتى في اللايف بيه، اما تلقى فخاطر دريل تخدم دريل، اما فما برشا صاحبي صوتهم فما برشا ترابي ما يجوش رباريت صح، ما يجوش والله صدقوني اقسم بالله سي لا تيت دي مامي، والله فما برشا ترابي يرابوا في تونس والله لا يعرفوا الراب، والله لا يفتيهم الراب، والله لا يمشي معهم الراب، غير هكاك يكتبوا، غير يكتبوا هكاك وش